دكتور غادي نتكلموا على الترطيب ديال الشعر. كنعرفوا نعم. بانه يعني الشعره اولا الزغبه كتختلف من شخص لشخص. كاين اللي عنده شعر ميدم، كاين اللي عنده شعر جاف، كاين اللي الشعر ديالو تيكون رطب، كاين اللي شويه الشعر ديالو كيكون واقف. هنا حتى المساله ديال الوراثه راه عندها دور، لانه ما نعم تتلعب دور كبير جدا في الشعر، في التركيبه ديال الشعر. التركيبه ديال الشعر كذلك حتى الفروه ديال الراس حتى هي كتكون كيكون عندها هذه المساله هذه، لان حتى فروه الراس الا كانت وراثيه انها مثلا كتكون ناشفه او انها ما كتكونش فيها دوك المواد المغذيه اللي خصها تغذي لنا الشعره ديالنا باش كتعطينا هذيك الرطوبه، حتى هي كتلعب هذا الدور هذا. ومساله اخرى كذلك حتى الطريقه ديال التغذيه ديالنا، التغذيه مهمه جدا لترطيب الشعر. لان شنو هو ترطيب الشعر؟ ترطيب الشعر هو ان الشعره كتكون عندها الحيويه ديالها 100%. نعم. شنو هي الحيويه ديالها؟ انها كتكون فيها المواد المغذيه، كتكون فيها الكولاجين ديالها كيكون طبيعي، كيتسر يعني كيحافظ على داك التماسك ديالو، كيحافظ على ديك المرونه الليونه ديالو. وهكا باش الشعره كتكون عندنا شعره صحيه او متماسكه يعني بجميع المعايير ديالها. نعم. طيب ملي كنتكلموا على الشعر كيف ما قلتي الفروه مهمه جدا. نعم. ملي كنتكلموا ايضا على مثلا بعض الوصفات اللي ترطيب الشعر كنسمعوا نعم. هذه الوصفه الهنديه وهذه الوصفه الصينيه وهذه البرازيليه، كاين بزاف ديال الوصفات. ولكن قبل ما نستعملوا هذه الوصفات واش خصنا نعرفوا؟ واش كاين شي اليوم شي اختبار او شي تيست اللي ممكن نديروا باش نعرفوا الطبيعه ديال داك الشعر؟ شنو هو محتاج؟ واش هو محتاج الماء؟ نعم. وش هو محتاج الزيوت؟ نعم. وش هو محتاج المواد أخرى بحال مثلا البيض أو الحليب؟ لأن هادو الوصفات اللي كنستعملوهم يعني للتغذية ديال الشعر. نعم. كيفاش خصنا نحددوا الطبيعة ديال الشعر ديالنا؟ شنو هو محتاج؟ نعم. فهنا الطبيعة ديال الشعر، اللون ديال الشعر والتركيبة ديال الشعر هي اللي كتولي كتقولنا واش هذا الشعر هذا صحي ولا ماشي صحي. لأن إلى لقينا واحد الشعر مثلا اللي ما فيهش داك اللمعان، فيه واحد اللون ديالو اللي كيكون باهت، الشعره كتلقاها ناشفه، الشعره كتلقاها مثلا مقرضه، ولا في الراس ديالها كيكونوا دوك لي فوغش انها كتكون مقرضه من التحت. فهذا دليل ان الشعره ما خداتش حقها ديال المواد المغذيه، وان الشعره كتعاني من شي مرض اللي كيكون. كذلك يخص مجموعه ديال التحاليل. لان حتى هما كيمكن ياثروا لنا على الشعر مباشره. فعندنا النقص في الفيتامين دي، عندنا الحديد كذلك حتى هو كيمكن يعطينا هذه المشكله هذا ديال الشعر، النقص في الزنك كذلك، النقص في الكالسيوم حتى هما من المواد اللي كيمكن تاثر لنا على الشعر ديالنا، و بعض التغيرات الهرمونيه مثلا اللي عندها علاقه بالغده الدرقيه، عندها علاقه بالهرمونات الانثويه كذلك، هذه بالنسبه للسيدات. وبالنسبه للرجال فكاين التستوستيرون اللي هو الا كان فيه واحد الخلل او كان ما كانش كيتفرز بواحد الطريقه منتظمه في الجسم ديال الرجل، فهنا كيمكن انه يعطينا هذا المشكل هذا ديال ان الشعر ما كتكونش عنده ديك الصحه ديالو. هذا الشيء كامل زائد ان الاستعمال ديال بعض الانواع ديال المواد الكيميائيه على الشعر ديالنا، منها الترطيبات اللي كتستعملوا بواحد الطريقه عشوائيه، او كتلقى بعض السيدات اللي كدير الترطيبه بزاف ديال المرات، وهي الترطيبه خصها تدار على الاقل مره في 6 شهور، حتى المره في العام، حتى المره في عامين، باش الشعر ما كيتضررش. فكتلقى او بعض الحالات كيمشيو كياخذوا ترطيبات اللي كيكونوا ذات الثمن اللي كيكون رخيص، وكدار على الشعر، وهي كذلك كتعطينا هذا المشكل ان هذه المواد الكيميائيه كتمشي لينا لفروه الراس، وهي عباره على املاح ديال احمض او املاح ديال مكونات كيميائيه اللي كتمشي لنا للمسام، وكتبقى فيها، كتبقى لنا في الدوره الدمويه، وكتقتلنا جميع المواد اللي كتكون مفيده للشعر ديالنا، وهكا الشعره كتولي كتنوض مقرضه، وبعض الحالات كيتوقف كاع النمو ديال الشعره، حتى هذا من المشاكل. الصباغه كذلك، عندنا الصباغه للناس اللي كيصبغوا، كاين بعض الناس اللي كتصبغ، بعض الاخوات كيصبغوا كل شهر، فهذه غير منصوح بها، فعلى الاقل كيخصنا نخليو الشعر يطول واحد 3 شهور حتى 4 شهور حتى 5 شهور. فكل ما خلينا واحد المده طويله اللي كتفوق 3 شهور بالشعر ديالنا يرتاح، الا والشعر ما كيتضررش وما كيكونش عنده اعراض انه يولي فيه خشن، يعني ما يبقاش فيه هذاك الماء ديالو. زائد الا ما كناش كنشربوا الماء بزاف، واللي هو 2 لتر ديال الماء على الاقل في اليوم، فتا هذيك من المؤثرات اللي كيمكن تاثر لنا سلبا على الصحه ديال الشعر ديالنا. نعم. كنسمعوا كاين بزاف الوصفات اللي كيداروا
أو المواد اللي هي مساعدة على الترطيب ديال الشعر. كل ما نتكلموا على وصفة دكتور عمير ولا بعض مكونات مني كان بغي ندير وصفة للشعر ديالي ما كان هدرش على التساقط ديال الشعر ولكن هدر على الترطيب ديال الشعر. كان عارفه بأنه التساقط دائما كتتكلم بأنه خصنا نتبعه لأنه السيكل ديال الشعر راه 6 شهور عاد كتبدا لينا النتيجة خصوصا في التساقط ديال الشعر يعني خصنا نتبعه واحد مدة طويلة جدا ثلاثة أشهر على الأقل ابتداء من 3 اشهر ولكن راه النتيجه فعلا ما كتبانش لك حتى كتبع داك 6 شهور 9 شهور كتكون النتيجه رائعه وخص المداومه. الترطيب ديال الشعر كنمشيو اليوم دابا الاخوات كاين بزاف ديال المواد ما نذكرش الاسماء اللي كدار لي ترطيب الشعر كتعطي النتيجه ديك الساعه. هذه مواد كيماويه مواد طبيعيه على شحال ديال الوقت باش تعطينا حتى هي النتيجه انه غتليل لينا شويه ديال الشعر. نعم فالمواد الطبيعيه على حسب حنا كيفاش غادي نستعملوا مع المواد الطبيعيه ولا حسب كيفاش حنا غادي يعني نلتزموا بهاد الوصفات. حيت مازال الا عطينا واحد الوصفه قلنا 3 اشهر فراه خاص تستعمل 3 شهور. حيت كاين بعض الاخوات مازال كتجي كدير الوصفه جوج ديال المرات ولا ثلاثه وكتقول لك ما عطاتنيش نتيجه مثلا ولا ما عطاتنيش هذاك الترطيب فكيخص واحد المده طويله. علاش؟ باش كتخلي دوك المواد الطبيعيه كتدخل على خاطرها وكتقاد هذاك الخلل بشويه بشويه لان حتى شي حاجه ما كتجي في دقه واحده كما كنقولوا حنا في العاميه ديالنا المشير كتجي في دقه واحده. فضروري كيخصنا اننا ملي غنتعاملوا مع المواد الطبيعيه كنعطيو واحد الراحه كنعطيو واحد الوقت باش كنخليوها انها تشتغل. هذا من جهه اخرى كذلك المقادير حتى هي كيخصنا نحترموها كذلك حتى المكونات. فكاين مثلا بعض الوصفات اللي كنعطيوهم للسيدات مثلا وكتزيد فيها مواد او كتستعملها بواحد الطريقه وبواحد المقادير اللي ماشي هي هذيك او كتزيد ولا كتنقص فيها. فالوصفه الطبيعيه كيخصها تتخذ بالمقادير والمقياس ديالها اللي كيتعطى باش كيمكن لها انها تعطينا نتيجه. هذا هو اللي كاين. ودائما مثلا حتى الا بغينا نستعملوا الترطيب الشعر ديالنا وكنهضر على الترطيب عن الطريقه الكيميائيه فضروري كيخصنا نمشيو لمراكز مختصه ومراكز اللي فيها ناس اللي على درايه بهاد الامور هذه. يعني ناس ماشي غير غتجي وغتخلط لي الترطيبه وغدهنها لي على الشعر ديالي. كذلك المشكل الخطير جدا اللي هو لاكيغاتين اللي اش نقول لك اللي واحد 65% ديال 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 ديال, ديال الصالونات كتستعمل واحد التركيز جد عالي ديال الفورمول. الفورمول اللي كنعرفوه انه هو من المواد المسرطنه. كنعرفوا ان الفورمول حنا في الميدان الكيميائي دي او ككيميائيين وكصيادله كنعرفوا ان الفورمول هو من 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 من, من المواد اللي كيمكنها تعطينا التشويهات ديال الجنين. مواد الا بقات في الدم ديالنا تقدر تعطينا العقم. بالمواد اللي كيمكن انها تغير لنا في الصبغه الوراثيه ديالنا حنايا او خاصه عند السيدات. اذا هنا غادي تقدر انها تعطيها بعض الامراض تعطيها بعض السرطانات بعض المضاعفات. فهاد المساله كيخصنا نردوا لها البال وكيخص دائما واحد العنايه كامله بالشعر ديالنا. حتى الا بغينا نديروا هاد الترطيبات ما خصناش نساو العنايه بالشعر ديالنا بالطريقه الطبيعيه باش كيمكن الشعر دائما يبقى محافظ على الصحه ديالنا. يعني دائما اننا كيف ما قلتي نعاونوا بمواد اللي هي طبيعيه. نعم. ومساعده. طيب بغيت نتكلم على بعض المواد اللي كنستعملوها في الترطيب ديال الشعر. مرحبا. بحال مثلا الروز. بحال مثلا زريعه الكتان. حب الرشاد. هذه فيهم بزاف ديال الوصفات اللي لقيت في انترنت اللي فيهم هاد المكونات هادو. انها كتستعمل وكتطبخ كاين اللي كيطبخها كاين اللي كيرقدها. على انه في الاخر كيجبدوا لنا واحد الماده بحال لزيجه اكزاكتومون. وكتحط على الشعر. هادشي ممكن تضاف عليه الالوفيرا ممكن تضاف عليه زيت لوز الحلو زيت البلديه كاين اللي يضيف اللي كيضيف عليه يعني البيض كاين اللي كيستعمل ايضا وصفات اخرى. ولقيت واحد الثلاثه ديال المواد اللي كتكرر بشكل كبير من غير هذا الشيء اللي قلت لك ديال الرز وزريعه الكتان. الافوكا. البنان. والاصفر ديال البيض. نعم. ف للمعلومه فزريعه الكتان او حب الرشاد فهي كانت من الوصفات ديالي اللي حصريا كنا درناها في على اصوات ولكن راه كاين تحويل كبير جدا في الانترنت. نعم. وللناس باش كنقول لك الابداع. يعني الناس ولات كتخترع من راسها. فالاختراع ما يمكنش خاصه في هذه الامور هذه اللي كتكون بحال هكا اللي عندها علاقه بالصحه ديالنا وعندها علاقه بالجمال. فلما كنعطيو هذه المقادير وهذه المقاييس والطريقه ديال الاستعمال هي طرق
كما كنقولوا حنا صيدلانيه طرق اللي يمكن نستعملوها بطريقه امنه وما تضرش لينا الصحه ديالنا. لان اي حاجه دارت بتهور اي حاجه دارت بغير المقادير ديالها اللي كنعطي فكيمكن انها تولي تاثر لينا على الصحه ديالنا سلبا. فزريعه الكتان او حب رشاد فمن بعد غادي نعطي الطريقه السليمه كيفاش نستعملوهم. لافوكا كذلك ممكن انها تستعمل في الترطيب. شنو الدور ديال لافوكا؟ لافوكا غنيه بالفيتامين او غير هو حبذا لو ان خدينا القشره ديال لافوكا وخدينا العظم ديال لافوكا فهادو جوج ديال الحوايج اللي كيكونوا غنيين بالمواد اللي كيعطيونا الترطيب الكامل. اذا داك العظم ديال لافوكا اللي كنيبسوه كنطحنوه حتى كنردوه في شكل بودره. القشره ديال لافوكا حتى هي كنيبسوها ومن بعد كنطحنوا هذا الخليط هذا كامل وكنوليو كناخذوا معلقه كبيره من هاد البودره هذه ديال القشره ديال لافوكا والعظم ديال لافوكا وكنخلطوها يعني معلقه كبيره كنديروها في نص كاس صغير ديال زيت الزيتون كنحطوها فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه كنخليوها ليله. من بعد هذا الزيت كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا كنخليه مده ديال ساعه ونصف ومن بعد كنغسلوه. هنا ممكن اننا نخليه ساعه ونصف. من بعد كنداوموا عليها جوج المرات في الاسبوع فهي كتعاوننا. علاش؟ لانها فيها لا فيتويلاستين خاصه لا فيتويلاستين كنلقاوها بزاف في العظم ديال لافوكا وفي القشره ديال لافوكا زائد لا فيتامين او. دونك هذا المكون هذا جميل جدا للترطيب. البنان انه فيه التريبتوفان وهذه وصفه من الوصفات اللي كنت عطيتها وهذه على فكره هذه طريقه برازيليه اللي كياخذوا فيها بنانة وكتحك وكيتزاد عليها كاس صغير ديال الحليب كتحط فوق العافيه حتى كطيب مزيان كتخلط كتولي بحال واحد العصيده. من بعد كنخليوها تبرد وكندهنوها كماسك على جلده الشعر والشعر ديالنا. بنان بالقشور ديالو بالقشور ديالو كيتحك لانه صعيب شويه يتحك. نعم لا كنحكوا بالقشور فمن الاحسن انه يتحك باش كتخلي الالياف لان الا تطحن كيتخلط كتولي واحد الاكسده ملي كي الا تطحن. دونك من الاحسن نحكوه فهو ناخذوا بنان ديالنا حنايا البلدي المتوسط كنحكوها كنزيدوا عليها كاس صغير ديال الحليب كنحطوها فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه مزيان. من بعد ملي كيغلى هذاك الخليط اللي كنحصلوا عليه كنخليوه يبرد كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا كنخليوه ساعه وكنغسلوه. هذاك الخليط الا بقى كنديروه في الثلاجه اذا غادي يمكن يبقى لنا مده ديال 10 ايام في الثلاجه ماشي مشكل. ومن بعد هذه الوصفه هذه غتكون غنستعملوها بهذه الطريقه اللي امنه. البنان والحليب هو واحد المركب اللي كيعطينا البروتيين كيعطينا التريبتوفان هما جوج ديال الانواع ديال البروتينات. عندنا اللاكتوز كذلك وهذا المركب هذا كيعاوننا في تغذيه فروه الراس وفي الترطيب ديال فروه الراس. نعم هذه وصفه هي مزيانه خصوصا نعم. بعد الخطرات مثلا البنان كيبقى كيقدر يكحل او لا كيقدر يعني نستعملوها الا كان فاذا طيبناه كنتفاداو الاكسده يعني ما كيتاكسدش طيب يعني كتولي عندنا محلول ما كيتاكسدش. لا غير البنان مثلا الا بدات شويه كتكحل ماشي مشكل ماشي مشكل الشعر ديالنا. بغيت نقول لكم بلي انا الزغب يعني شعره ديالي عندي رطبه ولكن المشكله ناشفه. شعره ديجاف وجربت بعض الوصفات الطبيعيه يعني بحال مثلا الروز والنشا وزيت العود بحال مثلا الزعتر بحال اليازير حب رشاد هادشي كاع جربت ولكن ما قضى ليا والو. نعم يعني كي ديك الساعه مثلا ملي كندير الوصفه من وراها كيجبد ليا شعري بلي راه ما بقاش ناشف ولكن من وراها كنرجع كيف كان. نعم ولكن واش كتعطي الترطيب واش كتستعملي شي سيروم شي حاجه للشعر ديالك؟ صراحه ما كنتش كنستعمل والله دابا استعملت واحد السيروم ولكن غير كنديرو شعري كياخذ الترطيب من بعد كيرجع كيف ما كان. فضروري. والماء كتشربي الماء بزاف؟ كتشربي الماء مزيان؟ صراحه ماشي بزاف مره ايوا المشكله حنا لقينا واحد 50% ديال المشكله هل الشعر ما كيترطبش فضروري ومؤكد ان خصنا نشربوا الماء حيت الا ما شربناش الماء منين غادي يجيب هذا الشعر هذا الماء ومنين غادي يجيب هذا الترطيب ديالو باش يبقى دائما محافظ على ذاك المرونه ديالو وديك الليونه ديالو. فهمتي؟ يعني هذا الماء من جهه. ثانيا اننا خصنا دائما نديروا واحد السيروم طبيعي مثلا ناخذوا زيت لافوكا ولا ناخذوا مثلا زيت اللوز الحلو مع زيت لافوكا معلقه كبيره معلقه كبيره نخلطوهم ونوليو نديروهم كسيروم للشعر ديالنا كل نهار. عندي بالنسبه كبيره قلتي الوصفه ديال لافوكا وزيت العود. يعني زيت العود لحقاش فيه الملحه ما عندوش ضرر على الشعر. ماشي مشكل لا طيبنا فوق العافيه فهذيك الملحه كيتبطل المفعول ديالها وما كتبقاش كتاثر لينا على الشعر ديالنا. فهمتك ايوا صافي شكرا. اذا قلتي لي نخلط زيت لافوكا مع زيت اللوز الحلو. نعم زيت اللوز الحلو وزيت لافوكا هذه اللي كل جميع الاخوات كيسمعوا لنا اللي عندهم مشكل ديال نشوفيه الشعر ويمكن له يستعملوا كسيروم يومي باش يرطبوا الشعر ديالهم.
شكرا بزاف الله يخليكم. مرحبا اختي. مرحبا بك اميمه، هذا واجبنا. مرحبا بك، اهلا وسهلا. اهلا فاطمه معنا من مكناس، مرحبا بك فاطمه. فاطمه السلام عليكم. كي داير اختي لمياء؟ الله يكبر بك لاله، مرحبا. عفاك كي جات على خاطرك بغيت نسول الدكتور عماد. مرحبا اختي انا معك. عندي واحد جوج بنيات على حسب الشعر ديالهم، وحده عندها الشعر ميدم ولكن كيطيح ليها، وعندهم القشره في الشعر ديك القشره رقيقه شويه. اييه. ودمني كنغسل لهم الشعر يعني ما كيبانش في داك اللامعان، كيبقى الشعر ديالهم ديما باهت بحال اللي ما تغسلش. نعم نعم واخا. اذا هذا بالنسبه للمشكل ديال الشعر اللي كيكون ميدم وفيه القشره، وخاصه حتى بالنسبه للاطفال، فهنا كيمكننا ناخذوا جوج معالق كبار ديال الحريقه الحرشه يابسه القهوه عند العطار، جوج معالق كبار ديال الحريقه الحرشه يابسه، و10 ديال الوريقات ديال النعناع طري. 10 الوريقات ديال النعناع طري غادي نطبخوهم في نص سيترو ديال الماء حتى يتطبخ مزيان ويعقد هذا الخليط. نديرو في واحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، نحطوه في الثلاجه. من بعد كنوليو هذا الخليط كندهنوا به جلد شعرنا وشعرنا، كنخليوه مده ديال ساعه ونصف. من بعد كنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع، وكنبقاو مداومين عليهم. ان شاء الله في الاستعمال الرابع غادي تولي تنقص هذيك القشره وما يبقاش هذا المشكل. بالنسبه للشعر اللي كينشف واخا ان ملي كتغسلي ليهم، فهنا غادي ناخذوا زيت البابونج شويه منها كنديروها في يدينا فهمتي، وكندهنوها كسيروم في الصباح الدهنيه للبنيتات، وتمشطي لهم الشعير ديالهم، وهكا ان شاء الله غادي تكون عندك وصفه متكامله باش ما يبقاش عندهم هذا المشكل هذا. لكل جميع الاخوان والاخوات اللي كيسمعوا لنا اللي عندهم الشعر ميدم والقشره. نعم. عطاك دكتور عماد واحد السؤال واحد اخر الا جات على خاطرك. واخا يلا بسرعه نتقاسم. البنيته هذه اللي قلت لك الشعر ديالها عندها الحبوب كينوض ليها في الوجه ديالها، في الجبهه ديالها، وكينوض ليها في صدرها وفي الظهر واحد الحبوب رقيق بحال لحب الشباب ولا ما عرفتش. حاولي انك تاخذي لها كاس صغير ديال خل التفاح اللي طبيعي. ماشي منين يمكن لي ناخذ هذا الخل الطبيعي؟ معشابات راه كيكون فيهم هذا الخل الطبيعي، راه يعني كاين بزاف ديال المعشابات اللي كيبيعوه. غتاخذي كاس صغير ديالو، غتزيدي فيه معلقه كبيره ديال الزعتر، وتحطيه فوق العافيه يغلى. من بعد كتصفيه، وهذاك المحلول كتاخذي قطينه وكتولي كدهني بها البلايصات اللي عندها فيهم هذا المشكل هذا ديال الحبوب، كتخليه نص ساعه، ومن بعد تاخذي شويه الماء سخون في واحد الفويطه، وغتمسحي لهم هذاك او تمسحي لهذاك داك البلايصه اللي دهنتي فيها هذا المحلول. هذه العمليه غديريها لا نهاريه نهار لا، حتى يطفى داك الحبوب وما يبقاش هذا المشكل هذا. اذا كان ممكن تعاود لي الله يجازك بخير. اذا كاس صغير ديال خل التفاح الطبيعي، كنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال الزعتر، وكنديروه يغلى فوق العافيه حتى كيغلى مزيان، كنصفيوه في واحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، كنحطوه في الثلاجه، وكنوليو كندهنوا به البلايص اللي عندنا فيهم مشكل الحبوب. كنخليوه نصف ساعه، ومن بعد كنعاودو نمسحوه غير بالماء سخون، وكنداوموا عليه نهاريا نهار لا. نعم، كنتمنى فاطمه تكوني قيدتي الوصفه. نهيله كتقول لك دكتور عماد درت الترطيبه لشعري جوج ديال المرات، قالت لكم نعاود لكم شعري تهلك بمعنى الكلمه، ولا ناشف متقصف والقشره بزاف، هذاك شعري ولا حالته مقرد من الداخل، واخا من الفوق كيبان طويل ولكن من الداخل كله مقرد. فيدوني راني حرت ونمت نهار فكرت انني ندير الترطيبه للشعر ديالي. نعم، فبعدا كنتقاسموا مع هذا الشيء هذا ديالها وكنشكروها. واش غنقولها؟ نقول اختي واش كان هذا انتقام من الشعر ديالك انك تستعملي هذه الترطيبه هذه جوج مرات؟ ماشي مشكل. الاخت ديالنا اميمه نحاولوا اننا نحلوا مع هذا المشكل هذا. فاولا بعدا ما غتقيس حتى شي حاجه كميائيه للشعر ديالها. اذا شنو غدير؟ غتاخذ معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، غتاخذ معلقه كبيره ديال زيت الصوجا، ومعلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس، تخلطهم تولي دهن بهم كل ليله، و يعني يوميا دير هذا السيروم هذا ما تقطعوش، وداوم عليه كما كنقولوا حنا كل ليله مده ديال شهرين. ومن بعد من تحس براسها ان ديك الجلده ديال الشعر ديالها والشعر ديالها رجع للحياه الطبيعيه ديالو، عاد يمكن لها انها تستعمل وصفات طبيعيه. الشامبوانات اللي تستعمل ضروري الشامبوانات اللي ما فيهمش السلفات، ما فيهمش البارابين، وما فيهمش المواد الكيميائيه، يعني تستعمل شامبوانات طبيعيه، وان شاء الله الامور غادي تكون بخير وما يبقاش عندها هذا المشكل هذا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.